جينا سيدي من مراكش، وصلنا هنا مع تقريبا الخمسة ونص حتى الستة، قول ستة لا ربع ستة، المهم ضربة الرادا. ملي وصلنا لهاد البلاصة جا السيد مول الترونزيت، المهم ذوبلنا شوية، طاحت عليه ديك المعجزة، كيتجمع عليه داك الشيء حتى ما كيبان لينا مازال. نقول لك واش هز سميتو الناس ولا سميتو ما عرفت، حيت مع الشتا كيبانو لينا حنايا غير قوة الباكاج فوق الطوموبيل. إوا كنشكرو السلطة المحلية، كنشكرو السيد العامل، وكنشكرو القوى المساعدة والدرك الملكي اللي وقفوا معنا، خرجوا لنا مساكن الطوموبيل وسهروا معنا، الله يجازيهم بخير. وكفت انايا هنايا هذا القدر اللي جاب الله تعالى، ضبلني واحد مول الترانزيت هو اللي قدام، بغيت نعقد راسي انا بمشارين، رجعت شويه مشارين حتى شفت داك الشيء جا كيكثر، وخليت الطوموبيل وقفت هنايا حتى قطع الرعد، وعلمنا السلطات المحليه الله يجازيهم بخير باش يجيو ويعرفوا بلي ديك الترانزيت كاينه تمايا، باش يعتقوا اللي لقاو ولا سميتو، حيت القدر ديال الله هو هذاك، ما علمنا به لا انا لا مول الترانزيت اللي ضبلني، هذا الشيء طاح من الجبل هكا، هذا ما كتب الله.